الفريق المرتبط نجح انه يحقق 88 فوز على التوالي في اربع مواسم متعاقبه. كان كابتن اسلام الكيلاني ليه النصف لانه مسك موسمين على ما اتذكر، وكان في موسمين كان كابتن احمد الجارحي، ونعرف حقيقه الكلام ده كله معاه. ولكن في البدايه بنرحب بالكابتن اسلام الكيلاني مدير فني الفريق المرتبط 18 سنه. اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك كابتن هيثم، الف مبروك ومنور قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيك وسعيد ان انا موجود معاك. بنرحب باللاعب او نجم الفريق يوسف عمرو، واحد نجوم الفريق واللي كان له دور كبير جدا في فوز الفريق السنه دي بدوري المرتبط. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. منور حضرتك. بس انت يا يوسف لسه بقول لك قبل الهوا انت تبان طويل شويه عن الحقيقه. ايوه. اعزائي المشاهدين خلينا نروح للتقرير، قعدناه مخصوص عن انجاز فريق المرتبط، نشوف التقرير جوه حضراتكم تاني. نجح فريق شباب كرة السلة تحت 18 سنة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إسلام الكيلاني في الفوز بكافة لقاءاتهم بالبطولة التي توج بها المارد الأحمر مساء الأربعاء الماضي، ليحتفظ الشياطين الحمر باللقب للعام الثاني على التوالي والسابع في تاريخهم. وكان فريق المرتبط كلمة السر في التتويج باللقب الغالي بعدما مهدوا الطريق للفريق الأول، وكانوا عاملا مساعدا قويا لعبور كافة المباريات الحرجة في البطولة المحببة لجماهير القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة. وهيمن الأهلوية الصغار على مباريات البطولة وأنهوا لقاءاتهم بفارق كبير عن جميع منافسيهم، وأثبتوا أن مستقبل القلعة الحمراء بأمان. وتغنت الجماهير الحمراء بأسمائهم برغم صغر سنهم، لكن الجماهير لاحظت الموهبة الفذة والشخصية الكبيرة التي يتمتع بها أغلبهم، وهو ما يؤكد أن الأهلي قادم للسيطرة والهيمنة على اللعبة خلال السنوات القادمة. ويمتلك فريق مرتبط الأهلي رقما مميزا في دور المرتبط بعد الفوز ب 88 مباراة متتالية خلال النسخ الأربعة الماضية، وسيسعون إلى تعزيز هذا الرقم في البطولات المقبلة. يمكن يا كابتن اسلام يعني انت يعني بتتحط دايما في الايه، في المسؤوليه. السنه اللي فاتت مرتبط 16 سنه، والسنه دي مرتبط 18 سنه، مش بتحس يعني ما تبقاش قلقان، ما تبقاش خايف، الوضع بيكون معاك ازاي؟ والله هي مسؤوليه كبيره جدا، وبيبقى بريشر عليا، وخصوصا لما السنه دي كمان بالذات لما اكتشفنا ان طلع الاحصائيه بتاعت سلسله اللاهزيمه دي، حطت بريشر عليا اكتر ان انت برضو عايز تخلص البطوله بالشكل اللي هو بدات بيه، ان السلسله ما تتكسرش. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكمل المسيره، والاهم منها ان السلسله دي خلصت بالبطوله، يعني كل ده ما كانش هيبقى ليه قيمه من غير البطوله. صحيح. وخليني اقول لك برضو يا كابتن انه برضو انت قابلت منافسين جامدين، يعني السنه دي ما كانش الموضوع يعني في ناس فاكراه وان سايد جيم، لا انت قابلت فرق عنيده زي الجزيره، قابلت فرق عنيده زي سبورتنج، يعني انت يعني يمكن مباراه الاتحاد اللي الناس شافتها اكتر عشان دي كانت مذاعه، انما انت كان عندك منافسه في مع فرق كتير. اه طبعا البطوله السنه دي قويه جدا، سواء الفرق اللي احنا لعبناها او الفرق اللي احنا ما لعبناهاش، يعني في الناحيه الثانيه سموحه احنا ما لعبناهاش فرقه متميزه جدا، في الزمالك فرقه قويه جدا السنه دي، عندهم فرقه محترمه. فبطولة الجمهورية ده هينعكس على بطولة الجمهورية، هتبقى بطولة شرسة جدا، بالإضافة إلى إن في فرق في القاهرة فرق كويسة زي فرقة الشمس، فرقة الشمس فرقة كويسة كسبانة الاتحاد في ماتش من الماتشين اللي لعبوهم، فرقة مصر للتأمين فرقة كويسة. فالبطولة السنة دي بتاعة الجمهورية هتبقى صعبة جدا، لأن كله هيشوف بعضه وكله هيقابل بعضه، كله هيقابل بعضه وكله أثقل في البطولة بتاعة المرتبط، يعني كل الفرق أنا بكلمك عليها دي لعبة مرتبط. فهتبقى بطوله صعبه جدا ان شاء الله، بس ان شاء الله الرجاله بتاعتنا قادره ان شاء الله، والرجاله قدها ان شاء الله. ويمكن يوسف اجي لك، يعني انت لعبت، انت بقالك ما شاء الله طول عمرك في النادي، واخوك كمان بيلعب في النادي. بس انت اول مره يمكن تلعب مرتبط وانت الكبير. وانا يمكن كبير لعبت مرتبط وانت صغير، ما كنتش بتشارك كتير. لا انا مذاكر خد بالك. يعني انت قاعد معايا. فانت لعبت وانت الكبير، يعني ايه كبير؟ انت شايل. مختلف طعم البطوله عن الماتشات، يعني مختلف عن الجمهوريه، مختلف عن المنطقه. يعني ايه المختلف في دوري المرتبط؟ المختلف ان انت يعني ان انت محتاج، انت على طول انت ما بتريحش عشان الدرجه الاولى،
انت برضه انت بتعمل عامل حسابك الدرجه ان هم ان انت لو خسرت هم ممكن الماتش اللي فوق يبقى صعب شويه، حمل الحمل يبقى عليهم، فهو واحنا الكبار لازم نبقى شايلين فرقه وكده، عشان احنا اصلا يعني كام سنه جيلنا 2004 احنا ما كسبناش بطولات كتير يعني، كنا كل سنه بنخسر الجمهوريه والمنطقه، بس اترجم في الاخر الحمد لله. الحمد لله نفوز. وخلينا اقول لك حاجه كويسه برضو، شوف انت قلت حاجه، انت قلت احنا علينا ضغط مباريات. علينا ضغط نفسي عايزين نساعد الدرجه الاولى، فده في حد ذاته بريشر. اكيد هيثقلك ان انت هتبقى صح ولا غلطان، يثقلك من ناحيه التحمل الضغط. ايوه صح فاهم. طب اكتر ماتش السنه دي بامانه حسيت انه صعب ايه؟ اكتر ماتش اول ماتش جزيره، او ماتش جزيره اللي احنا اللي هم عوضوا واحنا اللي وصلنا فيه اوفر تايم ده. طب انت شايف هم عوضوا ليه؟ انت كنت حاسس ايه في الملعب؟ ليه ليه عوضوا ورحنا على اكسترا تايم؟ هم كانوا موفقين واحنا برضو يعني احنا برضو يعني ريحنا شويه، دلعنا شويه. ريحنا مش عايز يقول كده ريحنا شويه، خليناهم يرجعوا في الماتش، وصلنا ماتش اوفر تايم وهم كانوا موفقين بزياده. طب بامانه مش عشان احنا على الهوا، بعد ما كنا فارقين وعوضونا وجابوا اكسترا تايم، بامانه كابتن اسلام قال لكم في الطبق اهو، ما تبصش لكابتن اسلام خالص، هو كابتن اسلام مش هيبص، بامانه قال لكم ايه؟ مفيش، قال لنا نلعب جامد وندافع، اهم حاجه ان احنا كنا ندافع في الخمس دقايق دول يعني، عشان هم مش احنا ريحنا في الديفنس قوي بصراحه. في الديفنس هو قال لنا عايزين ندافع جامد، وكان كذا حد كتكوت في الجزيره كان بيجيب كتير، عايزين نمسك كتكوت ده لاعب في الجزيره. لاعب في الجزيره، فكنا هو كان عايزنا يعني نخلي بالنا ان هو ما يشوطش، ونلم الريباوند ونجري وندافع كويس جدا. بس على فكره ده في الاكسترا تايم حصل. حصل على فكره. ايوه يعني انتوا في الاكسترا تايم هم ما حطوش كتير. أيوة. واحنا فرقنا فده ريحنا. فعلا. بس الحلو ان احنا كسبنا في الاخر. الحمد لله كسبنا. طب قول لي تعبنا يعني. طب قول لي يعني ماتش الجزيره الاولاني، طيب مين من الفرق انتوا مثلا مباراه الاتحاد، خلينا نتكلم على مباراه الاتحاد اللي هي الفاينل. ايوه انتوا كسبت اول مباراه الحمد لله مرتاح، والفريق الاول خسر. جينا بقى في المباراه الثانيه يا باشا، يعني انتوا طبعا يعني خلاص حطيتوا في وش المدفع، لازم تكسبوا عشان تدوا فرصه ثانيه للفريق الاول. فعلا ده كان ضغط شويه عليكم، كنتوا قلقانين؟ كنا قلقانين من الصغيرين ان هم لقوا ان الفرق الكبار بتاعهم كسبوا، فهتلاقيهم نازلين بثقه ونازلين يعني مش فارق لهم حاجه، بيلعبوا جامد ال 40 دقيقه الصغيرين عشان هم لقوا الدرجه الاولى بتاعهم كسبوا. فهتحس ان هم ما لهمش ضغط، انتوا اللي عليكم. احنا اللي علينا ضغط وان احنا نكسب، عشان هم الدرجه الاولى بتوعنا ياخدوا الثقه مننا ان هم يكسبوا الماتش ده، والحمد لله كسبوا واحنا كسبنا. وانا كنت بشوفكم بتشجعوا، قاعدين بتشجعوا. طبعا لازم. قاعدين يعني انا كان الناس بتتفرج معايا من دول. ايوه الجمهور لازم. يعني في حماس وفي لازم طبعا، عشان احنا الاثنين يعتبر في مركب واحده يعني. احنا خسرنا كلنا خسرنا. شعور حلو. شعور حلو انت مرتبط مع الفريق الاول. طبعا شعور حلو جدا، حاجه كويسه جدا جدا. طب قول لي برضو، خلينا نتكلم عن يعني نشأتك، يعني انت في النادي الاهلي خدت يعني كل نشأتك في ناشئين الاهلي وزي ما بيقولوا الصناعه الاهلاويه يعني خالصه. شايف ان انت مع قطاع الناشئين سنه عن سنه بتتحسن كمستوى، بتتحسن كخبرات؟ طبعا يعني حاسس ان انت افضل، حاسس ان انت بقيت يعني خلي بالك ان داخل 20 سنه، 20 سنه ده الشباب بيبقى بقى قوه وانرجي وكل شيء. انت حاسس انت استفدت؟ طبعا استفدت كتير، عشان مسكني مدربين كويسين جدا. يعني كل مدرب برضه كان بيديني يعني علمني حاجه، اذا كان في بره الملعب او جوه الملعب. فحسيت بفرق كبير. انت لعيب مؤدب خلي بالك. انا بحبك جدا، انت لعيب مؤدب كمان ومحترم ولعيب قبل كل ده لعيب هايل. شكرا. لعيب انا بحب اتفرج عليك بصراحه. شكرا. طب كابتن اسلام خليني اجي لك، انت يعني زي ما بقول ولدت يعني كبيرا، بمعنى مش كبيرا سنا يا كابتن يعني يعني كبيرا يعني انت لا اشتغلت مع الدرجه الاولى. يعني انا كان ليا الشرف ان انا لعبت تحت القياده دي، كنت في الجهاز الفني مع كابتن اشرف توفيق وخدنا الدوري مع بعض، فاكر يا كابتن سنه 2013 2014 كاس في سنه ودوري سنه. فانت ثقلت، شفت المهارات الاساسيه، ازاي تعمل سكاوتنج، ازاي تحلل اللعيب مظبوط، ده كان ليه اثر عليك كويس؟ بص، ما دام فتحت الموضوع ده خليني الاول يعني اشكر اتنين كانوا سبب في وجودي في النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. كابتن اشرف توفيق هو اول واحد اختارني علشان اكون في جهاز السكاوتنج، واشتغلنا زي ما قلت حضرتك كده اول سنه. كابتن اشرف كان رجع سنه 2010 اعتقد، خدنا بطوله الكاس، كان النهائي ضد سموحه، والسنه اللي بعدها خدنا بطوله الدوري العام في سنة 2011 لما كسبنا في طنطا قصاد الاتحاد والجزيرة. فكابتن أشرف أول واحد دخلني النادي الأهلي من بابه أصلا. تاني واحد كابتن سيد مصطفى هو اللي دخلني كمدرب كمسؤول عن فرقة بقى. هو أول واحد يعني اداني الثقة إن أنا أمسك فرقة 14 سنة جيل 2001 اللي هو فيه خرج منه بودي وعمرو زهران
ومؤمن موسى يعني خرج منه جيل كان كويس. كويس. وانت مسكتهم في سن يعني حرج يعني سن 14 سنة فبصراحة طبعا استفدت من كابتن أشرف علمني ازاي يعني انا داخل على جيم اعمل ايه ابص على ايه ما ابصش على ايه لو في بلايز معينة ما ركزش على كتر البلايز لا شوف الحتة اللي بيجي منها باسكت ايه هي اللي تعمل لها كت ازاي يعني كنا دايما بنشتغل على اربع محاور اللي هو الاوفنس والديفنس والترانزيشن اوفنس والترانزيشن ديفنس وهو لحد النهارده يمكن هتلاقي اللعيبه حافظه ان احنا ترتيب الشغل بتاعنا بيجي اخر حاجه الاوفنس رقم واحد عندنا الديفنس الترانزيشن اوفنس او اللي هو الهجوم الخاطف وان احنا ما فيش فرقه تعمل علينا فاست بريك الرجوع من الهجوم او التحول من الهجوم للدفاع واخر حاجه بقى اللي هو السيت بلاي او المواقف بقى المختلفه يعني انا هنيك على فكره كابتن بصراحه والله اهنيك الله يكرمك يعني اول مره انا اتعاملت معاك بس اول مره اتعامل معاك كمدير فني بقى لا اهنيك فعلا يعني المكسب ده ما جاش من فراغ بامانه بسم الله ما شاء الله تركيبه منظم تفكيرك منظم عارف انت عايز توصل بالمباراه فين وهو الحمد لله يعني الكلام ده لما بيوصل للعيبه خلي بالك انا يعني دايما الناس بره بتقول لك ما تحطش المكسب والخساره تارجت للعيبه حط البرفورمانس هو التارجت بتاعك وهو ده اللي اللعيبه دايما بنتكلم فيه انا عمري ما قلت لهم لازم نكسب النهارده ولازم لا انت لازم تدافع كويس انت لازم تجري انت لازم تمنع الباسكت لو عملنا ده هنكسب لو عملنا ده هنكسب وقد كان يعني الحمد لله في الماتشات كلها بس خليني اشكر برضو كل الناس اللي اشتغلت معايا السنه دي انا معايا الجهاز بقياده كابتن سيد صابر والدكتور اسامه النمر كابتن سيد صابر بامانه دعم كبير يعني ان الناس تبقى واقفه في ظهرك خلي بالك والثقه فيه كبيره صحت ثقه في ثقه كبيره انه اختارك للمرتبط خلي بالك كابتن بالزبط. كابتن سيد صابر ليه نظره وهو من المدربين انا اتشرفت اتمرنت معاهم فهو لما اختارك في جهاز كل جهاز كره السله انت تبقى مسؤول عن المرتبط فدي ثقه الحقيقه انت قدها الحمد لله يعني وزي ما بقول لك هو مش مجهودي لوحدي كان معايا اعداد بدني كابتن علاء شاكر معايا الاداري كابتن محمود مرعي الدكتور شريف رشيد يعني دول شالوا كتير طبعا مع اللعيبه بالاضافه بقى الى كل واحد يعني في الجهاز في يوم انا بتعب واحد مدرب بيشيل مكاني كل الناس دي شاركت في الموضوع بالاضافه الى المدربين السابقين زي ما يوسف قال واحترم على الحاجه زي ديت ان كل واحد اضاف له حاجه صحيح ده يعني انا مش في يوم وليله عملت اللعيبه دي كلها اللعيبه دي اتبنت على مراحل على مراحل على سنين من الميني باسكت مش من النهارده ولا امبارح ولا السنه اللي فاتت صحيح كلام محترم يا كابتن خليني اقول لك يا يوسف انت في سنه كام الاول انا في ثالثه سنه اوبا انت في المعمعه كلها خلاص بس يعني. السنه الجايه تخش جامعه بقى وبتاع بس تخش حاجه ولا سايب على الله والله مش عارف ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله عارف لا ان شاء الله خير وتخش الجامعه اللي انت عايزها او الكليه اللي انت عايزها بس خلينا نتكلم عن مثلا في الدوري المرتبط دوري المرتبط انت يومك اكيد اختلف يعني انت كنت الاول ممكن تلعب جمهوريه بتقعد دوره مجمعه تلعبها خمس ماتشات ورا بعض دلوقتي بقيت بتلعب ماتشين في الاسبوع او ماتشات مرتبطه مع الدرجه الاولى كنت بتمشي نظامك ازاي في المدرسه بتمشي نظامك ازاي في مذاكرتك يعني كنت بتعمل ايه هو الدوري السنه دي مختلف ان احنا لعبنا كل حاجه ورا بعض يعني ماتشات كلها ورا بعضها فهو ان اصلا يعني انا ما كنتش بقعد في البيت يعني هو كان تمرين وبعديها بيومين ماتش ولا حاجه في المدرسه كنت يعني بتكلم مع مديره المدرسه مثلا حاجه ببعت جواب من النادي انما انا هغيب عشان عندي ماتشات كنت بغيب طبعا ما كانش في حل على قلبك ده طبعا اول طبعاً. ما ينزل الجدول تجري طبعا على كابتن ملعب الاداري يا كابتن عايزين الجوابات ايوه طبعا بس كنت برجع طبعا علي حاجات قد كده بس بلمها يعني طب انت ليه اخترت السله؟ اخترت السله عشان يعني اولا لعبه عشان بابا كان بيلعب باسكت فهو قال لي بقى انت لازم تلعب برده مش عارف ايه ف الجينات وانا عشان طلعت طويل برده فاضطريت طويله لا انا 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 لما دخل الاستوديو انا شفتك في الماتشات بس ما كنتش متخيل ما شاء الله طويل لا ثلاثيه تشرف انا كنت يعني كنت المفروض العب كوره بس يعني حصل بقى ان انا لعبت باسكت ورحت جيت النادي من اربع سنين تقريبا خمس سنين طيب خلينا نقول الو كده الو الو يا كابتن سيد صابر رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي اهلا بك يا كابتن سيد ازيك يا كابتن هيثم عامل ايه يا كابتن هيثم الف مليون مبروك فوز رائع فوز جميل وان شاء الله يكلل
طبعا مجهودك ده بالفوز النهارده كمان، او احنا فزنا خلاص، بس طبعا دوري المرتبط للسيدات، ويبقى يعني ان شاء الله يبقى ختام حلو لدوري المرتبط رجال والسيدات ان شاء الله. ده بمجهود الناس اللي شغاله معاك اسلام مدرب محترم جدا، وانا من الناس اللي بثق فيه جدا، ولتاني سنه انا بحطه معايا في المرتبط، لان عارف ان هو مدرب يقدر يشيل فرقه زي دي ويقدر معاه شغل جامد. السنه اللي فاتت كمان 16 تحت المرتبط، السنه دي اعتقد ان هو معايا في 18 في المرتبط. مجموعه لعيبه رجاله ومعاهم مدرب قدير، واحنا بنقدم له كل الدعم علشان ان شاء الله ينجح كمان وكمان. يعني يا كابتن حضرتك في بدايه الموسم، يمكن السنه اللي فاتت برضو كابتن اسلام هو اللي ماسك المرتبط بثقه من حضرتك، والنهارده كمان حضرتك قلت السنه دي بثقه من حضرتك برضو يعني وكلته فريق المرتبط، يمكن ده بيدل الحمد لله ان احنا عندنا كوادر. يعني يمكن بعد احمد الجرحي بعد ما اتجه للفريق الاول، فالناس قالت لا ده يمكن يكون هيبقى عندنا مشكله احمد الجرحي، وكان عامل شغل كويس جدا في قطاع الناشئين، ولكن حضرتك النهارده بتعيد اكتشاف كابتن اسلام وتقدمه للناس على اساس ان هو مدير فني قدير في المراحل السنيه المرتبط. يعني بس السنة اللي فاتت احنا كان أول سنة أمسك مدير قطاع الناشئين والنشآت، كنت مسؤول عن النشآت بس. فأول ما جيت السنة اللي فاتت قعدت مع الكابتن أشرف توفيق، كابتن أشرف توفيق كان المدير الفني للرجال، وكان الكابتن إسلام معاه مدرب مساعد. فأنا كلمت معاه وقلت له إن إسلام يعني في حتة مدرب مساعد ديت هو طبعا بيفكه، لكن احنا عايزين الولد يعني الشاب دوت والمدرب الجميل دوت لازم نديله فرصة تحت إنه مدرب عالي جدا. وفعلا تفاهم اشرف كابتن اشرف توفيق تفاهم معايا في الموضوع دوت، والحمد لله مثلا فاتت احنا بنحاول نحطه في المرتبط كل سنه. وانا سمعت يا كابتن ان حضرتك برضه بتعمل روتيشن للعيبه، لان سامع فريق برضه يوسف فيه لعيبه مصعده مع 20 سنه على حسب احتياج المراكز، وحضرتك بتنور بيهم سواء في الدرجه الاولى، يعني بيتم استعانه بيهم في الدرجه الاولى و20 سنه، يعني حضرتك بتحاول في فتره قصيره تكسب اللعيبه مزيد من المهارات والخبرات. يعني احنا حظنا كويس ان احنا معانا مجموعه من اللاعبين من اول 16 سنه و18 سنه و20 سنه، فالمجموعه اللعيبه الكويسه ديت يعني انا دايما بقول للناس ان احنا السنه الجايه هنقعد حوالي سنتين ثلاثه ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا نجيب لعيبه من بره، فاحنا بندي الخبرات للعيب ان هو يبقى تحت 18 سنه لاعب و20 في فرصه مثلا جوست بياخدهم معاه في الدرجه الاولى، يرحب جدا ناخدهم معاه في الدرجه الاولى، ودي الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نحاول نكسب في الناشئين ونحاول نصعد لعيبه للدرجه الاولى. حقيقه كابتن سيد من كل قلبي الف مبروك، وربنا دايما يكلل مجهودك بتاع، انت حضرتك مخلص وحضرتك من الناس اللي شغاله الحقيقه، لما كل ما اروح النادي الاهلي الاقيك في الملعب واقف بتمرن العيال وتوجههم، فالحقيقه انا بقول لك الف مليون مبروك، وربنا يا رب يزيدك نجاح ونجاح يا كابتن سيد. يا حبيبي كلنا في خدمة النادي الأهلي في أي مكان، وده الأساس بتاعنا إن احنا عايزين نعلي شأن النادي الأهلي، وشكر على الكلام الجميل اللي أنت قلته. لا ده حقك كابتن سيد صابر رئيس قطاع الناشئين والنشآت بنادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا وألف مليون مبروك. يعني يمكن الكلام واضح، الكلام ما جاش يوسف من فراغ، تدريب وعرق وتعب، فأكيد أنت يعني من أكتر الناس اللي سعيدة دلوقتي النهارده بالفوز. أه طبعا، عشان احنا فعلا تعبنا من كام شهر من ما وقفناش تمارين، ندوس على نفسنا كل التمارين حتى واحنا مش قادرين، كابتن اساسا كان بيقول لنا لازم تدوسوا على نفسكم عشان تكسبوا، فده احنا عشان فعلا عشان تعبنا كتير ربنا كرمنا الحمد لله. طب قول لي يا يوسف، يعني بعد الماتش بتروح تجروا على السوشيال ميديا وتشوفوا الكلام المكتوب، خاصه ان في أيوة. ماتشات اتذاعت وفي ماتشات كانت متذاعه لايف على موقع الاتحاد، بتجروا تشوفوا بتضحك انت طبعا، بتجروا تشوفوا الكومنتات والحاجات دي ولا لا؟ ايوه لا، وعشان يعني من فتره كده من اول ما بدانا مرتبط تقريبا بعد ماتشات سبورتنج، كابتن اسلام قال لنا ما تركزوش مع اللي بتشوفوه، عشان فعلا في ناس بتحاول تدمر الفرقه وينزلوا لعيب معين مثلا عشان الفرقه كلها مثلا يضايقوا، حرب نفسيه. بالظبط، وضع طبيعي، فهم الناس دي بيحاولوا يدمروا الفرقه عشان احنا مثلا. طب وبامانه ما بقيتوش تبصوا ولا بقيت بقى طب كده بص سريع؟ مش ما بقيناش نركز يا يوسف. انا عن نفسي ما بقتش اركز عشان هو فعلا صح، عشان فعلا الحاجات دي بتدمر الفرقه وبتخلي بننزل ماتش يبقى شكلنا مثلا كل واحد عايز يلعب بنفسه وبيدور على الناس تنزله وكده، وكمان بتاخد من تركيزك. بالظبط، فانت الناس بتبقى شايله هم ان هو مثلا ينزل عشان ده ينزله وده ينزله. مين ماسك الاعلى يوسف في مصر؟ باسكت. كابتن سمعه اسماعيل احمد صراحه ما شاء الله يعني. بس الفرق كبير، بس انت لحقت الملعب وانت بتلعب يعني اسماعيل سني تقريبا، بس ما شاء الله ربنا يديله الصحه بيلعب لغايه دلوقتي. اسماعيل احمد كان بس اسماعيل احمد بيلعب اربعايه شويه. بيلعب اربعايه بس هو ممكن يجي يعني ثلاثيه واربعايه زي اسماعيل ولا؟ هو اصلا يوسف السنه اللي فاتت كان خمسيه، احنا عملنا له شيفتنج السنه دي الاربعايه،
فممكن ان شاء الله مع الوقت لو اجاد اربعايه هو اوريدي الباسكت دلوقتي 1 و 2 و 3 و 4 بس هو طوله ينفع اربعايه كمان ما شاء الله يعني تقدر تكمل اربعايه يعني مش محتاج تقلب ثلاثه ولا حاجه بس هو الكابتن قصده لو في بعض المهارات اكتسبتها وشويه ممكن تقلب ثلاثه يعني حاجه كويسه جدا وفرصه انت طالما اخترت اسماعيل احمد خلي بالك اسماعيل بيهتم بالناحيه البدنيه جامده جدا هو فعلا ما شاء الله ريجيم قاسي وتدريب قاسي انت عندك الاستعداد تعمل كده وتعمل كده اوريدي ولا لا يعني في الفتره اللي فاتت دي ما كانش في وقت وعشان كنا نتمرن كتير فاجهاد بقى وماتشات بس يعني الفتره اللي احنا بنلعب فيها اللي هي التمهيدي منطقه فعلا هبدا كده ان شاء الله باذن الله اتمنى لك كل التوفيق هنطلع لفاصل صغير كده في البدايه بشكرك شكرا طبعا شكرا جزيلا يا يوسف نورتينا وشرفتينا هنطلع لفاصل عشان نستقبل طبعا نجم الفريق وزميلك محمد طبعا سعد ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل كابتن اسلام مكمل معانا وان شاء الله هينضم لنا بعد الفاصل محمد سعد عشان نعرف منك اكتر واكتر ايه كان دوره مع الفريق ايه اصعب الاوقات ايه اصعب الماتشات ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد انضمنا في الاستوديو محمد سعد نجم من نجوم الفريق واحد اللعيبه الحقيقه اللي منضبط سلوكيا في الملعب ومنضبط تكتيكيا ده اهلا بيك يا محمد حضرتك يا كوتش مبروك مبروك حضرتك لا انا عايزك تقول كده الله يبارك فيك جامد مبروك حضرتك يا كوتش يعني الحقيقه يعني انجاز كبير احنا بنشكركم عليه وعايز اقول لك يعني لما احنا اشرنا لوجودكم معانا في الاستوديو السوشيال ميديا مبسوط وفرحانين بيكم جدا على فكره الحمد لله قناه النادي الاهلي اصعب ماتش السنه دي كان ايه الجزيرة متفق مع يوسف طبعا الجزيرة طبعا الماتش الأول بالذات والماتش التاني اتعلمنا الدرس بقى فخلاص ركبنا المباراة بالظبط ركبنا المباراة طب مين من الفرق اللي احنا ما لعبناهاش وانت عارف انها كويسة؟ الزمالك الزمالك فرقة كويسة جدا يعني السنة لاعبين 14 ماتش كسبانين ال 14 يعني فرقة الزمالك كانت ممكن لو الفريق الأول كويس كنا ممكن نلاقيهم في الفاينل يعني فرقتهم حتى كابتن اسلام الحقيقه اشار ان هم فرقه كويسه طيب وبرده كابتن اسلام اشار لسموحه برده قال سموحه فرقه كويسه ما سموحه فرقه كويسه بس يعني احنا كان في جيلنا 2004 احنا كان انتوا والزمالك يعني احنا والزمالك والجزيره يعني سموحه كان اقل شويه يعني يجي بعدينا احنا الثلاثه ما كل جيل بيختلف كل جيل بالزبط. بيختلف طب قول لي بامانه مين اللعيب اللي انت بتحب تلعب معاه في الملعب لا كلهم والله كلهم ما اقدرش انت معلمهم صح معلمهم كلهم انتوا الجميل عندكم يا محمد بامانه وكابتن اسلام يعني يأيدني في الكلام الروح اللي ما بينكم والله يا ابني ما حسيت مين بيلعب ومين ما بيلعبش ومين نازل ولا لقيت مثلا انا اسف يعني حد طالع من تغيير مقير او حتى يعني شفنا حتى لعيبه كابتن اسلام متاخر في نزولها ونازله بتلعب بكل قوه يعني الكلام ده انتوا اكتسبتوه ازاي؟ بص حضرتك يعني احنا من واحنا صغيرين احنا اتعلمنا ان احنا عشان قبل ما نكسب في الباسكت لازم نكون احنا حابين بعض بره الملعب او جوه الملعب فاحنا لازم ده يكون حاجه اساسيه عشان نكسب يعني احنا ممكن نكون ضعاف كفنيا وككل حاجه بس روحنا وحبنا لبعض هيخلينا نكسب. كلامك 100% صح. فده كان يعني حاجه ما بيننا وبين بعض حتى من اول السيزون كابتن الفريق اللي هو انا وبيبو علي بنضم الفرقه الصغيرين مع الكبار ما بنحسش حد ان في فرق في اللعب او في المستوى او في اي حاجه عامه. انت عارف الحلو في جيلكم ايه يا محمد كمان ان انتوا بتخلصوا تمرين والاقيكم قاعدين في النادي مع بعض. يعني انا بشوفكم قاعدين بتاكلوا ايس كريم مع بعض بتهزروا مع بعض يعني حتى مش بس بتتقابلوا في الملعب. تيم طيب. يعني تيم طيب. دي حاجه الكوتش كان قايلها من اول السنه لازم نخصص وقت ان احنا الفرقه كلها تبقى قاعده سوا تيم تايم وقت الفريق لازم وقت نقعد مع بعض وقت يبقى كلنا قاعدين فيه سوا نتكلم مثلا حتى ورا الباسكت مش لازم جوه الباسكت لا انا عايز اقف هنا بقى يعني حتى الحته دي يا كابتن اسلام انت واخد بالك منها ما هو لازم يعني جوه الملعب مش هيندمجوا مع بعض بالشكل اللي انت متخيله مهما مرنت يعني هو لازم يفهموا بعض عقليا قبل الباسكت ودي حاجه مش انا اللي مبتدعها يعني دي كل الناس بره بتعمل كده تيم تايم تيم تايم تيم تايم ده ما فيهوش موبايلات احنا قاعدين بنتغدى في المعسكر
ما فيش موبايلات اصلا يعني كده كده ان الموبايلات بتتاخد ما فيش موبايلات بس بتاخدها بياخدوها بعد الماتشات يعني لكن اي وقت فيه الفريق احنا مثلا تمريننا الساعه 7 هم موجودين من 6 موجودين من 6 قاعدين مع بعض كلهم في مكان واحد مش مهم بقى يعملوا ايه بس هم قاعدين مع بعض بنتواصل فكريا مع بعض مين اللي علمك الكلام ده يا كابتن اسلام والله ده يعني قراءات يعني تقرا هايل وبالمناسبه يعني اكتشفت برضه يعني وانا بتكلم بدردش مع كابتن ايهاب الالفي هو اللي قال المصطلح بتاع تيم تايم ده يعني يعني مش انا المبتدع يعني لكن لا في ناس بتعمله في مصر بس برافو عليك انت بتسمع وبتنفذ وبتقرا يعني انت خدت المصطلح ورحت قريت عنه وبدات تطبقه انا كنت بطبق لكن مش عارف المصطلح ما هو خلي بالك السبوت بيخليك تركز اكتر وايه المطلوب من ده فده يدل على شخصيه عايزه تطور نفسها الحمد لله يعني دي شخصيتك كده يعني انت بامانه انت يعني مفاجئني ليه لانه انا قلت ان كابتن اسلام انا بكلمك بصراحه هيوصل لحته معينه مش هيطور نفسه لا انا شايفك بتكسر وبتطور بتعدي وبتطور ما هو ما ينفعش ايه خلاص يعني اللي اتحقق فهو خلص الانجاز اللي اتحقق ايا كان هو ايه هو خلص فيعني حتى الولاد دول انا مبسوط ان هم بعد ما خلصنا يعني على الجروب بتاع الفرقه تاني يوم بيبعتوا للكابتن علاء العشري بتاع الاعداد البدني كوتش احنا عايزين حاجه بدل ما احنا قاعدين نشتغلها وهم فرحه بيتكلموا مع بعض ان احنا عايزين ناخد البطوله اللي وراها واللي وراها ف يعني الحمد لله دي الثقافه يعني فرحتي اكتر بالثقافه اللي وصلت لهم ان هم خلاص البطوله خلصت وفرحنا بيها نبتدي نفكر في اللي بعدها وانا لاحظت حاجه كمان برضو يا كابتن ان انت على الخط مش مدرب انفعالي خليني اكلم بكل امانه انا في موضه طلعت كده ويعني بامانه محمد بكلمك بصراحه في موضه طلعت كده انه وضع طبيعي المدرب يزعق وينادي لعيب ويزعق ويقول له العب جامد ويفوقه وبتاع بس اللي مش طبيعي انه كل كوره في موضه طلعت كده في سنين وانت عارف انا قصدي ايه يعني طلعت كل كوره في الملعب بتحصل المدير الفني بره بيعلق عليها انت لا انت بتحاول قدر المستطاع يبقى في توجيهك في المضمون طيب يعني في جزئيه بس في الماتشات الكبيره بعمل كده لكن في الماتشات اللي بيبقى فيها فرق مستوى ترخي شويه ممكن من اللاعبين بعلق على كل كوره برافو يعني هم عارفين كده في الماتشات الودي حتى لو ماتش ودي مع فرق كبيره على الواحد البريشر انت اللي بتحط لكن الماتشات الكبيره لا هم عارفين ان الغلطه والثانيه ممكن انا يعني هو اللعيب يصلح نفسه جوه الملعب طب انت يا محمد فاهمين السياسه دي يعني انتوا بدايه الموسم مع كابتن اسلام كنت فاهمين كده ان احنا في المباريات الضعيفه هيبقى في بريشر عالي ولازم نتحمل الضغط اللي هيمسكنا كوتش فاحنا الكوتش في الماتشات اللي هي بتبقى زي ما كنتش قال الماتشات القليله احنا دي تبقى زي تمارين للماتشات الكبيره فهو احنا لازم كل كوره يعني مثلا حد مثلا ما رجعش في الديفنس حد مثلا عمل حاجه لازم الكوتش يلفت نظره مره واثنين وثلاثه وحتى يزعق له عادي ما فيهاش مشكله بس نتعلم عشان نيجي في ساعه الفاينل يبقى عشان الحاجات دي ما تبقاش عادة عندك تيجي في الماتش الكبير نخرج بره الكومفورت زون لا ايه كومفورت زون دي لا قول لي انا باخد كده مصطلحات اطلع بيها كومفورت زون دي اللي هو الحاجه اللي انت متعود تعملها وانت مرتاح اي حاجه فدايما في التمرين لازم اللعيب يخرج بره الكومفورت زون لازم يعمل اللي هو ما بيعرفش يحط كره بالشمال لا لازم يحط كره بالشمال مره واثنين وثلاثه انا بشوط من سبوت معينه نسبتي فيها كويسه لا انت ما تشوطش منها انت تدور على سبوت تانية تخلق لنفسك ادفانتج تعرف تلعب بره وجوه تعرف يبقى عندك دخله وميديوم شوت فدايما هم حافظوا الحاجات دي الكلام ده اتكلمناه في اول الموسم وهم يعني الحمد لله حافظوا الكلام ده وابتدوا يطبقوه وده انعكس في الماتشات طب ايه تاني غير الكونفرنس زون قول لي المصطلحات اللي كابتن اسلام دايما يقولها لكم قول ما تكسفش لا في حاجات كتير يعني مثلا لا ما حاجات قول كتير مش يعني مش عادي لا مش يعني قول احنا مش هنطلع اعصاب بس لازم الناس تعرف انتوا كسبتوا ليه احنا طبعا باركنا لكم كل حاجه بس لازم تعرف الناس ان في شغل ان الانجاز اللي حصل على الشاشه ده نتيجه شغل يعني الكونفرنس زون دي طب قول يا كوتش هو محرك
ايه من ضمن الحاجات اللي حضرتك؟ من ضمن الحاجات مثلا ان كل لعيب لازم يبقى ليه ستاندرد ما ينزلش عنه، ستاندرد مجهود بيبذله في التمرين ما ينزلش عنه، برسنتج معينه مثلا في الفاول شوتينج ما ينزلش عنها. فطول الوقت يبقى دايما في تشالنج مع نفسه جوه التمرين، جوه التمرين انتوا كده ماتش جوه الماتش طبعا مش ده في تشالنج كده كده انت في التمرين حتى بتحاسب نفسك، يعني هو الكوتش هنا قصده ان انت تحاسب نفسك حتى جوه التمرين. انتوا كنتوا بتعملوا كده؟ الكوتش كان دايما بيقول لنا ان احنا لازم ننزل التمرين حاطين تارجت لنفسنا، يعني انا مثلا نازل النهارده اتمرن ليه؟ يعني اكيد مش نازل التمرين اتمرن خلاص واضيع وقت، انا لازم مثلا احس ان نقطه الف نقطه بي كده، انا عايز اطور ايدي الشمال يبقى يعني انا نازل النهارده بشتغل على ايدي الشمال. وعلى فكره الكوتش مش هيقول لك ده، انت لازم تقول لنفسك بالظبط. والكوتش حتى يعني كان بيسالنا قبل التمرين انت نازل النهارده تركز على ايه، وفي اخر التمرين بيقول لنا هل انت نفذت الكلام اللي انت قلته ولا لا. فدي كانت حاجات بتخلينا حتى نزيد كلاعيبه مش مش كتيم، كلاعيب لوحده ما هو الجميل ان الكوتش بيخاطب فيكوا الناحيه المنتاليتيه او الناحيه الذهنيه بالزبط. ان انت عشان تطور ادائك لازم ذهنك نفسه يتطور. فايه تاني مثلا غير ان انت الستاندر ليك ستاندر في التمرين، ايه مثلا الهابتس اللي الكوتش قال لكم ده مش مقبول خالص في الفرقه انه يحصل؟ هل مثلا الهزار في التمرين هل ده كان متاح في التمرين؟ لا احنا يعني حتى لو بنهزر هي مثلا اللي هي ساعتها وخلاص، انما المبالغه في الهزار في التمرين ما فيش يعني مثلا ما فيش ان حد يعمل تيرن اوفر ويرجع بيتمشى او ما يرجعش اصلا، دي دي قاتله ممكن الكابتن يجيبنا من قفانا قعدنا جنبه عادي ما فيهاش حاجه. انت من اكتر الناس اللي بتكره التيرن اوفر وبتطلع بعد اول مباراه، انا فاكر كنت حتى في الدرجه الاولى تطلع تشوف احنا عاملين كام تيرن اوفر يا كابتن اسلام يهدى علينا شويه، يقول لك لا احنا عاملين 9 تيرن اوفر مش هنكسب، احنا عاملين 9 تيرن اوفر صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. فنقلت لهم دي طبعا. لا وهي يعني في الصغيرين او الناشئين دايما لما بيعمل غلطه لازم يدي رياكشن وبعدين يبتدي يفكر هيعمل ايه. فدي من الهابتس اللي المفروض لازم تتلغي، انت غلطت غلطه مفيش رياكشن، ارجع اعمل الصح اللي وراه على طول. لازم يشوف هو هيعمل ايه بعدها، سواء غلطه في الهجوم غلطه في الدفاع لازم يشوف زي ما بنقول النكست بلاي. طيب خليني برضو اقول لك كابتن، يعني انا شفت في المباريات ان انت مش معتمد على سيت بلاي قوي، يعني في سيت بلاي بيتلعب كل حاجه تمام، بس مدي برضو مساحه للعيبه تبدا. يعني شفت محمد راح بيحط دنك فاست بيك مش قلقان لو جلاه، شفت بيبو دخل في مباراه الاتحاد حط دانكين، يمكن في التقرير كان في دانك لمحمد نعيده برضو صح، كان احنا زهقنا ماتش سبورتنج اللي في الصاله عندنا، يعني مديهم يعني اريحيه في اللعب. بس خليني اعرف ردك، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم المرتبط لكره السله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شايفين يعني من الجزء اللي احنا اتحاورنا فيه سواء مع كابتن اسلام او يوسف ومحمد معانا النهارده، ان النجاح ما جاش من فراغ، جاء لتخطيط وجاء شغل كويس واعداد. كابتن اسلام قال حتى اعداد للسنوات السابقه، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل يا كابتن عن نقطه مهمه جدا وهي يعني الحفاظ على روح الابداع في اللعب، انه لازم دي لعبه باسكت ولعبه فيها مهارات كبيره جدا. الابداع بس في نطاق السيستم اللي حضرتك حاطه، نتفش ده ازاي؟ هو احنا بنتفق على رولز، يعني من ضمن الرولز احنا بنتكلم فيها انت العب من خلال الاوبشن بتاعك، لكن وحتى لو خدت الاوبشن بتاعك ومثلا انت دخل على الباسكت فابتدى يجي لك ديفندر واثنين، الكره لازم تخرج من ايدك، يعني ما تصرش ان انت انه اوبشن ليك، رغم انه اوبشن ليك لان اوريدي في واحد فدي، ممكن يكون اللي فدي ده تحت الحلقه، ممكن يكون شوتر بره. فدي النقطة اللي أنا بعلق عليها، إن أنت تاخد القرار الصح، لكن من خلال السيستم بتلعب. لا أنا هو أوريدي البليس كل ما بنكبر، يعني كل ما الليفل بيعلى بتاع الولاد، كل ما فرصة إن أنت هتعمل لعبة عشان واحد يبقى فاضي تماما دي مستحيل. صحيح. أنت في الآخر بتوصل إن أنت عايز تلعب، عايز توصل الكرة لواحد يقدر يستخدم السكيلز بتاعته إنه يلعب على واحد، أو في بقى ميس ماتش، في بتسهل له الدنيا شويه. انما مش هتخليه فاضي 100% طبعا. فهم ابتدوا يفهموا الكلام دوت. يعني طبعا ضغط الماتشات والديفنس ساعات بيخليهم ما ياخدوش القرار الصح، لكن دي طبيعه السن يعني. صحيح. طب محمد قول لي، يعني انت ماسك الاعلى، يمكن يوسف قال لنا مثله الاعلى، انت ماسك الاعلى مين في مصر؟ هبقى مين؟
ايهاب امين. انت بتحب طريقه لعبه، بتحب اسلوب دفاعه وهجومه. بس انت تلعب نفس مركزه، هو اتنينية برضه ولا ثلاثة اربعة؟ انا بقول لك يعني الغريب شويه ان هو ما شاء الله انت طويل برضه وكمان بتنط، فبيتهيألي يمكن ايهاب امين انت عاجبك فيه برغم ان هو بوزيشن غير بوزيشن بتاعك. لا انا اللي عاجبني في ايهاب امين عقليته مش اكتر، ان هو احترافي بالظبط. يعني هو غير ان هو احترافي، هو لعبه في الملعب ما شاء الله عليه جامد. نفسك تسافر بره جامعه او حاجه يا محمد، ولا ما جاتلكش فرصه، ولا مش بتفكر فيها اصلا؟ انا سايب كل حاجه بوقتها. نعم بالله صح، كل حاجه ليها وقت معين هتحصل. انت 2000 2004 ولا كام؟ 2004. يعني انت في ثانويه عامه زي يوسف صح؟ خلاص داخلين على الجد بقى، يعني فتره اللي هي المفترق بقى، انت خلاص كده بتغادر فتره الايه زي ما بيقولوا الطفوله، داخل على الشباب بقى باشا، وتعالى لي بقى في الواسع زي ما بيقولوا. طب قول لي، يعني يمكن يعني زي ما سالت يوسف، دوري المرتبط مختلف عن البطولات العاديه، يعني بطوله الجمهوريه طول عمرنا بنلعب ماتشات ورا بعض كثافه، والداخلين انتوا تلعبوا الجمهوريه كمان. بس المرتبط ده ايه اللي يميزه عن اي بطوله ثانيه لعبتها؟ هو المرتبط ميزته في روحه، ان احنا دايما بتبقى روحنا مع روح الفيرست تيم، الفيرست تيم دايما بيقعدوا يشجعونا ان احنا لازم نكسب، واحنا بنروح نشجع الفيرست تيم عشان نكسب، لان احنا كلنا في الاخر النادي الاهلي. طبعا احنا لازم في الاخر نعلق اول ونكسب، ناخد نبقى ناخد البطوله. انا عايز اقول لك انت يعني جاوبت اجابه 100% صح، ويوسف جاب من منظوره، يعني كل لاعب من منظوره شايف الدوري المرتبط. طيب خلينا نتكلم عن المباراه النهائيه، مباراه الاتحاد، المباراه الثانيه. بعد ما الفريق الاول بتاعنا لم يوفق في المباراه الاولى، كان في يوم فاصل وبعد كده دخلنا احنا نلعب الاول. كانت المباراه دي صعبه عليكم ولا كنتوا شايفين ان شاء الله هنكسب؟ هو احنا يعني كنا شايفين ان احنا هنكسب، وان الماتش يعني هيبقى فيه شويه صعوبات، لكن احنا في اليوم اللي كان فاضي زي ما الكوتش قال ان كان في وقت للتيم، ان احنا كلنا كنا بنقعد في اوضه واحده نقعد بنتكلم ان احنا ما ينفعش نعمل ماتش وحش، لازم كلنا نكون كويسين وفايقين، لازم كلنا نلعب كويس ونكسب الفرقه، واهم من كل ده ان احنا نشجع الفيرست تيم. يعني احنا لو كان حصل اي دروب في الماتش ده كان هيأثر على الفيرست تيم. طبعا فانتوا كنتوا عايزين تسهلوا الدنيا على الفيرست تيم، حتى انتوا في التشجيع زي ما قلت ليوسف في بعد الماتش بتشجعوا زي ما يكونوا بيشجعوا نفسهم. يعني حاسس ما هو طبعا ما بطولة مرتبط بتشجع نفسك، فانت بتقول الروح هي اللي جديده، ان انت مرتبط مع فريق تاني وروح جديده خالص. يمكن انا كنت قلت ليوسف برده دي السنه الاولى ليك مرتبط، تبقى انت الكبير مش صغير، فدي انت اللي شايل، فانت المسؤوليه عليك. صح ولا انا غلطان؟ ايوه صح. طب خلينا نقول انتوا كفرقه، يعني الكوتش بيقول 12 لعيب قبل المباراه، بيبقى فيه زعل ان ممكن ما يبقاش في المباراه، هل مثلا بتبقى بتفكر ان لعبت قد ايه، جبت سكور قد ايه، ولا انت مش فارق معاك؟ هو كوتش دايما اللي بره، حتى خلاص يعني كوتش قال 12 اللي بره بيبقوا ايه، خلاص احنا بره مش هينفع نلوي وشنا، احنا هنروح نقف وهنشجع وهنفضل في ظهر بعض عشان نكسب، لان احنا كلنا فرقه واحده. يعني مش هيقولوا ان ال 12 دول اللي كسبوا واللي بره ما خسروش، هيقولوا الاهلي كسب او الاهلي خسر. متهيألي الروح دي سهلت عليك المهمه شويه يا كابتن. الحمد لله، هم يعني كانوا يعني هم من نفسهم من قبل، يعني من قبل لما انا اتكلم معاهم في حاجه، هم كانوا زي ما محمد قال لك كده في الاول، هم عارفين دورهم ايه، عارفين ان احنا لازم نبقى مع بعض كويسين علشان ربنا يكرمنا. فدي سهلت عليا ان انت تحط الرولز، ومن الرولز تقول والله انت، يعني على فكره اللعيبه اللي ما شاركتش في الماتشات اتسألوا انت عارف انت مش هتلعب ليه؟ قال لي عشان 1 2 3 4 عندي فيهم مشكلة. يعني هو عارف وما لعبش ليه. يعني دي حاجة كويسة منهم بصراحة، ان هو يبقى صريح مع نفسه، ان هو عارف ايه اللي ناقصه. انا احسن نفسي وبالتالي هقدر يبقى لي مكان جوه. اكيد بيبقى زعلان. اكيد بيبقى زعلان، وانا ببقى مقدر ديت، وانا ببقى اقول لهم ان انا عارف ان انت زعلان، بس في نفس الوقت انت يعني اسال نفسك السؤال دوت، لو انت لعبت وخسرنا احسن، ولا لو ما تلعبش ونكسب؟ يعني فكله بقى بيتجه للاجابه الصح، يعني اللي هي عايزين نوصل لها، ان هي الفرقه دايما بنقول لهم ان الفرقه فوق كل حاجه. بص يا كابتن، يعني انا بجد مستمتع بالحوار جدا بكلمه، وانا حاسس ان النجاح ما بيجيش من فراغ، بس هو طبعا وقت البرنامج. كابتن اسلام الكيلاني بشكرك، نورتني وشرفتني. انا بشكرك واتمنى ليك التوفيق فعلا من كل قلبي. الله يستاهل الخير. شكرا محمد بامانه، يعني انا لما قربت منك انت ويوسف، وطبعا بقيه الفريق بيكونوا معانا، بيبو هيبقى معانا، وكل الناس اول ما تصرف الماتشات تسمح، بس انا سعيد جدا بكلامك انت ويوسف، ونورتنا محمد. شكرا. ان شاء الله اشوفك من احسن اللعيبه في مصر انت ويوسف. شكرا. كل الفريق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع ابطال المرتبط. زي ما حضراتكم شفتم
احنا حبينا نوريكم ان النجاح مش بيجي من فراغ. كان في تفوق واضح 88 مباراه بلا هزيمه، بس ده نتيجه شغل اجيال، وكان نهايتهم كابتن اسلام الكلام المدير الفني ومجموعه من اللاعبين. هنحاول نقرب منهم اكتر كمان، وهيبقى معانا ابطال وابطال كمان منهم الفتره الجايه، لان الحقيقه فعلا هم يستحقوا. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى برنامج اخر مع الابطال.